أنا نساند اللاعبين، نساندهم بكل يعني ما أوتي بقوة، لأنهم يعطيهم صحة، ما داروا حتى غريف من بداية البطولة، 5 شهور ماشي خالصين، مرتبة الأولى، أحسن فريق يعني هجومي، ما خسرنا حتى مقابلة خارج ديار. الحمد لله كما يقولون الفوز هذا نهدوه الأنصار أم الأربعاء والمدينة الأربعاء إن شاء الله، وإن شاء الله جاسبر المرتبة هذه تقنعهم للناس باش تجي تعاون الفريق هذا، باسكو أنا اليوم من المنبر تاعكم هذا آخر مقابلة ليا في حالة ما إذا ما تلقيتش الأجور تاعي. يعني نقدر نقولوا اليوم الكرة راهي ماشي مع اتحاد البوليدة، على العموم حنا في سيتياسيون ان بو ديليكات، كاين مرحلة العودة كامل.